لي شباب صافي نجمع ولادي ونخوي المغرب. المخير اللي ما داش كيدي ثلاثه وحنا تشردنا. انا عندي 10 الوليدات. دابا انسان الا سرق عيش شي حاجه بسيطه كيمشي للمحكمه كيوقف قدام الرئيس مبهدل مدلل كيعطيو العشرة. داي تليفون كيساوي 100 درهم كيعطيو 10 سنين. هذا اللي دار هذا المشكل في مشروع ملكي بغينا يبان. ياك 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 اللي سرقتي تعاقب. يا خويا انا من الناس المتضررين، من الناس اللي هما تحصاو وتقصاو. تحصاو وتقصاو؟ تحصاو حصاونا وقصاونا. بغيت نعرف شنو هو المشكل، شكون اللي قصانا؟ واش السلطه او الناس المسؤولين كبار؟ ما يمكنش انا غيشردوني وانا على قد الحال يعني ضعيفه. بغينا نعرف شكون اللي واش انا كنت معوله على القايد ومدرقه بالقايد، والقايد عارف ظروفي وعارف هذا. تسمعت القايد غادي الاتجاه اخر. انا خويا كان عندي حانوت. علاش علاش داوه دابا هذاك؟ علاش داوه؟ ما فهمتش. لا حيت في الاول ما طالعش بشي لائحه بان راه غادي يمشي. حتى تفاجئنا الهضره. ياك ما عاقبوه. الله ليك. شي حد ربما اللي الله اعلم. ما نقدرش. الا هو كان باغي المصلحه للناس وخلى لهم لائحه ووصيه راه. لا هو ما باغيش مصلحه، هو دار مشكل. دار مشكل. الا دار مشكل اي واحد دار مشكل كيتحمل مسؤوليته. وكنطلبوا من جلاله الملك. هو النداء ديالي كنوجهو لجلاله الملك، وكما كنقول ديما كنوجهو للسي الحموشي بان السرقه. دابا انسان الا سرق عيش شي حاجه بسيطه كيمشي للمحكمه كيوقف قدام الرئيس مبهدل مدلل كيعطيو العشره. داي تليفون كيساوي 100 درهم كيعطيو 10 سنين. فهمتي؟ حتى حنا بغينا هاد الناس هادو اللي لعبوا تلاعب بهاد مشروع ملكي وداروا هاد الحاله وخلاو الناس مشردين وعائلات مشردين وخلاو دراري مساكن تما مشردين. حتى حنا بغينا حقنا. بغينا حقنا. حنا كنا كنتسناو وعود الكذابه، كنا كنسمعوا الكذوب. دابا وصلت النهار ديال الصح، حيت ما عندناش شي حاجه يعني ملي غنجيبوا لقمه العيش. هذاك هو السوق اللي زدنا فيه وكبرنا فيه ودرنا فيه. خويا انا دابا من 90 استمرار ديالو من 90 من 90 ما كاينش اللي ما كيعرف الصباح. ولا ما تصبتش نتعدم، ماشي امشي على السجن نتعدم. انا عندي الامناء شاهدين. انا ما بيني وبين الامناء والو، ما بيني وبين حتى دوك المقدمين ما بيني وبينهم والو. من طبيعه الحال هو راه هاز يدو ما عندوش شي دليل. حنا بغينا المسؤولين الكبار هما اللي غادي يبحثوا ويعرفوا هذا اللي دار هذا المشكل في مشروع ملكي بغينا يبان. ياك 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 اللي سرقتي تعاقب. ها باقي الناس، باقي واحد السيد دخل البارح مع الصباح بكري دخل الحانوت، واحد تباع واحد دخل ليه، باقي واحد باع واحد باقي. حنا بغينا نعرفوا هاد الناس راه كيكتبوا من عائلاتهم، كيخلي راسه هو كيكتبوا من العائلات ديالهم من نسابهم. راه ما كاينش اللي مدا حانوت، كاين لك غير 4 5، كاين لك غير المخير اللي ما داش كيدي ثلاثه. وحنا تشردنا. انا عندي 10 الوليدات. مسكين تيبقى مسكين. وطحنوني طحنت. انا كيبان لي انتحر او يحلوا لي شي باب. صافي نجمع ولادي ونخوي المغرب. صافي ما كاينش الحق وما كاينش القانون. ياك هذه دوله ديال الحق والقانون، فين هو القانون؟ تخوي المغرب راه ما تقضيش. انا ديما جفاف، ديما انا جفاف. الدراويش هما الجفايف، الدراويش هما اللي عمروا الصندوق، الدراويش هما اللي طحنوا، هما اللي كيتعرضوا، هما كيبقاو يديروا الفتنه لبعضهم وهما كيبقاو يتفرجوا كيتسناو الصندوق يعمر بالظلم. اللهم هذا ظلم. انا كنتمنى جلالة الملك الرسالة ديالي توصل ليه وسيد العامل وسيد الوالي، وكنترجى هذا الفيديو يسمعوا حتى القايد ويكون عنده ضمير ما يخلينيش انا مشرد انا وليداتي. حيت انا ما درت ليه والو. انا قال لي ريبي حانوتك راه كاين، ريبي انتحالة اجتماعية. انا منين شطبوا عليا قال لي ما غتضيعيش، ومسؤولين كبار قال لي ما غتضيعيش. يعني كانوا عطاوني الكيوسك، انا خفت من ذاك الكيوسك. من بعد بقيت تفكر صافي عطاوني الكيوسك كنتسنى، بقيت كنتسنى نتسنى نتسنى حاله اجتماعيه، كيوسك حاله اجتماعيه. كنتفاجئ غادي ننتقل من هنايا، وانا ولدي شوف عندي دري معاق وانا مراه
ما يعني ما عنديش الراجل وانا هي هزت ذوك الاسره وما عنديش، وعندي بنتي هي اللي تعطات لها حاشاك الطواليط، وبنتي ما انا اللي خدامه بلاصه بنتي باش كنوكل ذوك الوليدات. ما عنديش رحنا قاسي، ما يمكنش تقول المشروع مالك يخلصني، راه اللي عطاك الله يخلف، اللي ما عطاكش الله يخلف. كنضل نحكو يعني انا جباب وكبرت باقا جباب، باقا كن انا خدامه كنحكي في الطواليطات. اللهم هذا ما نكرك تي بحانوت وليتي تحك الطواليط. تحيه للناس اللي انا ماشي كن الخدمه شريفه 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 الخدمه شريفه. تحيه للناس الميناج العيب هو السرقه السرقه يا نهب ديال هاد المسؤوليه صافي. كنطالبوا من جلاله الملك اللي سرق يتعاقب. مشروع ملكي، انا عندي بزاف ديال الحوايج وبالدليل، ولا ما تصابش بالدليل نمشي للحبس. انا عندي شنقول لك، انا ماشي كنهضر سيدنا جلاله الملك، عندي البروف الصحيح. انا ما غاديش نوض نقولوا للصحافه، حيت الصحافه ما بقاش بهم الثقه، كيعيطوا لهم كيتفاصلوا معاهم، ما كنشروش داك الشيء اللي هو مضرور به، كنشرو داك الشيء اللي باغين هما. هاد الدوزيم اللي دخلت للسوق مشات للناس المتضررين ديالهم، ها خصها تدور على كل شيء. الدوزيم ديالهم تدور حتى على دوك الحاشاك حتى الطواليطات هما الاخرين تدور عليهم. تعرف كيفاش هذاك السيد خدم وشنو الظروف ديالو وشنو هادي وشنو هادي، ياك؟ اسيدي شنقول لك، انا سميتي صباح، انا كنعاود نقولها، هذه عصابه اجراميه. راه اللي دار هذا المشكل راه عصابه اجراميه، هذا خاصو يتعاقب او خاصها تتعاقب، فهمت يا ولدي؟ هذا الشيء هذا مشروع ملكي. شنو هي مشروع ملك ملكي؟ سيدنا الله يشافيه، سيدنا عطى الفقراء ما احترموش ما احترموش. وعرفتي دابا تمشي للمشروع كل مره طايحه الشقفه بق، ما كنتحملهاش السلطه بعيده عليها، كنتحمل هذاك اللي شد المشروع اللي لا حتى هما كيتحملوا المسؤوليه. علاش كل مره طايح؟ هما اللي جابوه داروا معاه تعاقب باش يبني. كله كيطيح بق، كل مره طايحه الشقفه. سمعتيني؟ المهندس اللي جابوه هذاك راه حتى هو خصو يتعاقب. يدخل نوري لي بزاف ديال الحوايج كاينه تما، الله يسر منه هذاك المشروع، الله يسر منه. السيد الله يشافيك لينا، الله يخليك لينا، وانت درتي للفقراء، وانت مالك الفقراء كيف ما كنقول ديما. راه كانت عندي قناه مالك الفقراء، هما راه قلعوا لينا صحاب خمسه الحوانت سته الحوانت. انا اليوم كنتوجه، انا كنت كنتسنى حقي، باغا بالسلم. انا ما نظلمش العماله، ما غنظلمش السلطه، انا كنظلم الناس اللي داروا هاد الخواد واللي شطبوا واللي فهمتي، هما اللي كان نتوجه لسيدنا يعاقبهم، خصهم عقوبه حيت الناس تشردوا، الناس عندهم عائلات. اللي كاري اللي انا اللي واقفه معاك، انا مريضه تخثر الدم الضيقه، فهمتي؟ بلا ما فاتحه على راسي الجمر راس، ولا اله الا الله. كوكو مراه واقفه واقفه وكنخدم على وليداتي، هادو حرموا عليا، سدوا عليا كاع الابواب، فهمتيني؟ سدوا عليا كاع الابواب. كنفكر كنقول انت هذا انت شريفه. شكرا شكرا لك اخويا، شكرا اخويا. انا باقا لدابا كنطالب السلم، باقا لدابا انا راه وجهي من مورايا كنقول هذا الكلام هذا، اللي هما ما عندهمش الوجه، داو لي حقي، داو لي رزقي، فهمتي؟ انا كان عندي حانوت بسماره، انا قديمه. سول اي اداره تقول لهم صباح، قول لهم انا راه واحد السيد ولا السيده راه هذه، ونعس نقول حدا صباح يجيبوك ديريكس، فهمت يا ولدي؟ انا كنوجه رسالتي لسيدنا، هو الله يشافيه، هو اللي غيشوف من حالي، وسيد الوالي وسيد العامل كذلك. لاله سميره هي كنتوجه لها رسالتي بان هي راه مبادرة الوطنية التنمية البشرية، تا هي تشوف من حالي، تا هي تبادرني، هاد هبة ملكية ما استفدتش منها، هما يشوفوا من حالي، أنا ما كان أنا ما غنعاير حتى شي واحد، هادوك بعاد علينا، منهم الله، هادوك بعاد عليا، ما كانوا معنا في الإحصاء، ما حصاوني، ما بيني وبينهم والو، حتى القايد ما عنده حتى شي دليل اللي غادي نشدوه. احنا ملي توجهنا للقايد قال لك الأمناء، ملي مشينا للأمناء قال لك دعيونا احنا بارئين. فين هو خويا الشبار في النظريه ديالك؟ اذا خص المحاسبه، خص الناس اللي يكون عندهم ضمير يجي يحاسبهم، اللي ما غايشدوش الفلوس اللي خايفوا الله. حيت سيدنا شحال قدو؟ واش كل مواطن غايدير ليه مسؤول حداه يدير ليه بوليسي يعرف شحال قدو يعرف؟ سيدنا بغانا نوصلوا، بغانا هذا، هما كيحطمونا، هما كيستغلوا الناس الدراوش. الله ينصروا لنا، الله يشافيه لنا، والله يخليه لنا.